السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات تعليم عن بعد في لقائنا الحي أساتذة، إن شاء الله سوف ندرس ونتعرف على المواضيع اللي إحنا ذكرناها الكوبي المنتدى، اللي هي رايحين نتعرف على الحكومة الإلكترونية، مجالات التجارة الإلكترونية، أساليب الدفع الإلكتروني، وآخر شيء اللي هي راحنا نتعرف على التجارة الإلكترونية. بالإضافة إن إحنا آخر شيء في اللقاء الحي الماضي اللي هو اللقاء الحي الثالث، آخر شيء تعرفنا على أنماط ومجالات التجارة الإلكترونية اللي هي عندنا 4 أنماط، اللي هي إن شاء الله الصوت واضح، طلاب طالبات الصوت واضح. في النهاية تعرفنا على التجارة الإلكترونية بين القطاع الخاص المستهلك اللي هي بي تو سي، أخذنا التجارة الإلكترونية بين وحدات القطاع الخاص بي تو بي، وبين التجارة الإلكترونية بين الحكومة والقطاع الخاص اللي هو جي تو بي، والتجارة الحكومية بين المستهلك ومستهلك آخر سي تو سي. هل الصوت واضح طلاب الموجودين الآن؟ اليوم راح نتعرف زي ما ذكرنا لكم وكتبنا لكم على المنتدى، إنه رايحين نتعرف على مجالات التجارة الإلكترونية. شو هي مجالات التجارة الإلكترونية؟ وظلنا هناك ذاكرنا في الشرائح أو في الفيديوهات إنه يعتقد الكثيرون أن التجارة الإلكترونية هي مجرد عرض سلعة، يعني أنا بعرض السلعة بقوم شخص آخر بإيش؟ بطلب هذه السلعة باستخدام ايش؟ مواقع الانترنت، ولكنها اكبر من هذا المفهوم بكثير. هناك العديد من التطبيقات التجارة الالكترونية مثل بيع السلع والخدمات وخدمات التسويق، وفي المجتمعات الافتراضية اللي هي فيرتشوال مول، البنوك الالكترونية، التعامل مع الاسهم والسندات والإعلانات التجارية، ومواقع المزايدات اللي هي أكشن سايت وغيرها من المواقع. لو جينا الآن على الفيرتشوال مول، هو تسوق مجتمع صح ولا؟ لو رحنا على أي مول بنلاقي كثير من الأصناف، كثير من هناك المتاجر العالمية، المتاجر المحلية في هذا المول. الأشخاص بتتجه نحو المول وبتشتري المنتجات. ممكن إحنا نعمل تطبيق، هذا التطبيق شو بيضم جميع أصناف التجارة الموجودة في هذا المول. فعندنا أول بند من مجالات التجارة الإلكترونية التسويق، ويوصف بالتسويق أي هو الاونلاين شوبينج. اونلاين شوبينج شو تعني اونلاين شوبينج؟ وهو شراء سلعة او خدمات من شركة او مصنع كبير من خلال مواقع الشركات على الويب مثل امازون. وكثير من المحلات الان وكثير من المواقع الالكترونية موجود لها مواقع، مواقع إلكترونية موجود فيها التصنيفات، البضاعة، الأغراض الموجودة من أجل عملية البيع. ولو جينا الآن لأي مول، لأي هناك علامة تجارية، بنلاقي لهم تطبيق خاص بهم أو من خلال مواقع التجارة لشركات صغيرة. مثلا الآن لو جينا حجزنا وبدنا نسافر مثلا على دولة، من الدول السياحية، كيف بتتم هاي العملية؟ إما مروا على مكاتب الطيران الخاصة في السياحة والسفر، وهم بيقوموا بإجراء العمليات كلها من حجز فنادق، حجز طيران، حجز مواصلات في الدولة الأخرى. في جميع المعاملات هم بيقوموا فيها. وأنت كذلك الآن التطبيقات موجودة مثل ترافاجو، ممكن الواحد الآن يعمل يشتري ويحجز فنادق وغيره من الأمور هاي اللي بتساعد في عملية التسوق. 2، البنوك الإلكترونية أونلاين بنك،
لو جينا الآن كلنا بنعرف شو هو البنك وبنعرف شو هو الأونلاين بنك، وإحنا الآن نقدر وبنستخدم تطبيقات البنوك كراتشي الماء البلاد أو غيره من التطبيقات الموجودة فيها. فأونلاين بانكينج يقوم مفهوم البنوك الإلكترونية على القيام بالعملاء بأداء حساباتهم وإنجاز جميع أعمالهم البنكية في أي وقت باستخدام الإنترنت. مواقع البنوك الإلكترونية لا تهتم فقط بتقديم خدمات مالية، وإنما كذلك بتقدم لنا خدمات تجارية وإدارية واستثمارية شاملة. كما تتيح هذه المواقع وصلات إلى مواقع أخرى، إلى مواقع مكالمة للخدمات البنكية مثل مواقع مكالمة خدمة البنك مثل إصدار بطاقات ائتمان أو مواقع تبادل الأسهم والسندات والعقارات وغيرها من المواقع الإلكترونية. وحاط لنا أم بي كي بنك وكي أف إتش بنك. لو جينا على بنك الراتشي، أي بنك الآن بتعامل في هذه الأمور اللي هي البنوك الإلكترونية، اللي إحنا نقوم بعمليات استخدام حساباتنا في جميع مراحلها، إما بشتري إما بستثمر أو أي خدمة إحنا بوفر لنا إياها البنك. شراء الأسهم، شو يعني شراء الأسهم؟ أصبح شائعا الآن شراء وبيع الأسهم من خلال إيش؟ شبكات الإنترنت، حيث توجد مواقع مخصصة في هذا المجال اللي بتسمح للمستفيدين وللأشخاص بفتح محفظة خاصة، بحيث يستطيع المستثمر بماذا؟ ببيع وشراء الأسهم من خلال هذه المحفظة. هذه المحفظة كما تقدم هذه المواقع معلومات هامة عن الشركات مؤشرات المختلفة للأسواق المالية، وتستفيد هذه المواقع من تحصيل عمولة البيع والشراء من المستثمرين من هذه المواقع زي إيش؟ الويست المتخصصة التعاملات مع الأوراق والأسواق المالية. وعندنا الآن السوق المالي، كيف بتتم عملية الشراء والبيع من خلال الأسواق المالية المربوطة في الإنترنت وبدون شوف الإنترنت؟ إحنا بيدخل معنا كل كبير وصغير في أنواع وأصناف التجارة الإلكترونية، وبدون الإنترنت هل بتتم عمليات شراء الأسهم، فتح حسابات بنكية عن طريق النت، استعلان؟ فبكون هناك الأمور ضعيف شوي، لأنه إحنا بنعتبر الإنترنت هو الآن عصب الحياة. المزايدات، وتعتبر المزايدات وسيلة شائعة لمن يرغب في شراء أو بيع سلعة أو خدمة للغير من خلال مواقع المزايدات المختلفة على الإنترنت. المزايدات يعني اللي هو بيحكي لنا هون في اللهجة العربية السعودية شو هي؟ مين بيعرف؟ وبإمكان البيع عرض سلعته على الموقع مع تحديد السعر مقابل دفع الرسوم للموقع. المزايدات مثل سوما، صوتك طيبة، صوت واضح، طلاب أجيبونا، صوت واضح. عندنا النقطة الخامسة توفير الوسائط المتعددة والبرامج اللي هي مالتي ميديا اند ابليكيشنز. هناك مواقع تجارية متخصصة توفر برمجيات صغيرة وصور نادرة وكتيبات إلكترونية اللي هي اي بوك والألعاب الإلكترونية وموسيقى ومقاطع فيديو والأفلام وغيرها. ولا يمكن المستخدم من الاستفادة من هذه النماذج المعروضة إلا بعد إيش؟ دفع رسوم مقابل إعطاء الصلاحية لإنزال اللي هو عامل الداونلود، أي من هذه النماذج على الحاسوب الشخصي. بعد إيش تمكن المستخدم من الاستفادة مما اشترى. أنا الآن أساليب الدفع، أن تقريبا 5 أنواع من أساليب الدفع اللي هي
أساليب الدفع. هناك عندنا التقليدي، وأن الآن أصبحت أساليب الدفع إيش؟ إلكتروني. الآن إحنا مروا على المول مثلا، نشتري أغراض، نشتري بضاعة، مروا على الكاشير كان حاسب. الكاشير اللي دائما فاضي بيقول لك كاش فقط، هون الكاش، بنلاقي ما حدا متجه عليه، كلها وين بتروح تدفع؟ إلكتروني. بطل حدا يحمل الآن فلوس، كلها عن طريق بطاقات الائتمانية، لأن بعض العملاء القائمين بعمليات الشراء عن طريق الدفع الإلكتروني لديهم تخفيض من استخدام بطاقات الائتمان عن طريق الشبكة العنكبوتية، وبالتالي إحنا بنتم عملية الدفع، وإحنا هاي الوسيلة اللي صارت أسهل. حتى التطبيقات والأبليكيشنات الجديدة اللي نزلوا لنا إياها، اللي هي كمان البطاقة واي فاي عن بعد، بطلنا ندخل البطاقة وندخل الرقم السري، صارت إيش؟ واي فاي. بقول لنا أساليب الدفع اللي هي أونلاين بيمنت، بإمكان المستهلك استخدام طريقة أو أسلوب مختلف للدفع مقابل السلع والخدمات التي يحصلون عليها من مواقع التجارة الإلكترونية، فهي المكافئ الإلكتروني من النقود التقليدية المتداولة بين المشتري والبائع. وأول بطاقة ائتمانية هي البطاقة الائتمانية كريدت كارد، وهي الأكثر استخداما وأكثر شيوعا في الوقت الحاضر، لأن كل واحد كمل بطاقة ائتمانية معه في محفظته الآن. أقل شخص بطاقة لبطاقتين بيكون معه، وهي الأكثر استخداما. بقول لنا البطاقات الائتمانية في الوقت الحاضر، يستخدم المستهلك بطاقات الائتمانية مقابل الخدمة أو السلعة اللي بيحصل عليها، وهي الأكثر استخداما في الوقت الحاضر، ويطلب من المستهلك بيانات بطاقة الائتمان. وشو هي بيانات بطاقة الائتمان؟ عند الدفع مثلا رقم البطاقة، الاسم والتاريخ والسوفت كود اللي من الخلف، ثم يقوم الموقع التجاري الإلكتروني بالتحقق فيريفيكيشن، بيعمل فيريفيكيشن، بيتأكد من المعلومات، وبيرسل رسالة على جوالاتنا، واحنا بنضع هذا الرقم السري اللي هو بتم عملية شو سداد الفاتورة. لو جانا شو يعني فيريفيكيشن غد في الاختبار؟ ليش احنا بنستخدم الفيريفيكيشن؟ للتأكد من ايش مثلا؟ من المعلومات، من البيانات. وراح تمر علينا مصطلح الفيريفيكيشن في هذا في اللقاءات القادمة. طيب الشيك الإلكتروني، شو هو الشيك الإلكتروني؟ إلكترونيك شيك، وهو المكافئ للشيك الورقي، نفس الشيء ولكنه إلكتروني من حيث مفهوم الدفع، إلا أنه يأخذ شكل رسميا إلكتروني، يتم استكمال عناصره كاسم المستفيد وحامل المبلغ والتاريخ، ويوثق الشيك ويرسل المشتري إلكترونيا إلى الجهة المستفيد التي تقدمه بدورها إلى البنك الذي يعمل عبر إيش؟ عبر الشيك الإلكتروني الذي يعمل عبر الإنترنت، ليقوم بدوره بتحويل قيمة الشيك من حساب شخص إلى حساب المستفيد. هذا الشيك الإلكتروني، نفس الشيك العادي ولكنه إلكتروني، بيتم بتعامل فيه من خلال البنوك اللي بتستخدم طريقة الشيك الإلكتروني. المحفظة الإلكترونية، شو هي المحفظة الإلكترونية؟ أونلاين بيمنت أكاونت. فانتبهوا للمصطلحات، ممكن يجي عبارة من هالعبارات، هل هي بتكون مثلا أونلاين بيمنت، كريدت كارد، الكترونيك شيك، اونلاين بيمنت اكونت. فلنعرف شو هي العباره الصحيحه لكل واحده منهم. يقوم المستهلك بفتح حساب الكتروني خاص له من خلال احد البنوك، ويودع فيه مبلغا محددا من المال
ليتمكن لاحقا في المستقبل انه يستخدم هذا الرصيد مقابل انه يدفع او يشتري اي منتج او خدمة عبر ايش الانترنت. ويقوم المستخدم بعملية الشراء، يتم خصم قيمة الشراء من حسابه المحفظة الإلكترونية، ويمكن إعادة تعبئة المحفظة بمبلغ مالي آخر، وإحنا بنقوم بالشراء. في هناك كثير من الأشخاص عنده هاي البطاقة المحفظة الإلكترونية، بشحنها مثلا 5000 ريال، وبقوم باستخدامها بعملية الشراء، بس تنتهي برد شحنها حسب المبلغ اللي هو بده يقوم بالشراء بالتعامل معه. وليس جميع البنوك تتعامل بها، وإنما معظم البنوك تتعامل معه. فمثلا ضمن أحد العملاء من الممكن أن لا يكون لديه بطاقة ائتمانية، أو أنه يخشى على عمليات الإيش التسلل إلى المعلومات من خلال بطاقة ائتمانية، فبالتالي يمكن للبنك من الحصول على المحفظة الإلكترونية أحيانا. عميل من الممكن أن لا يكون لديه مبلغ كافي لعمليات السداد في المحفظة الإلكترونية، فقد يتفق مع شركاء العملية في عملية السداد وتوصيل الخدمات إليه. البطاقة الذكية اللي هي سمارت كارد، شوية السمارت كارد وهي بطاقة بلاستيكية توفرها البنوك، وهي مزدوجة بإيش؟ مزودة بشريحة إلكترونية، الشريحة الصفراء هاي الإلكترونية، صح ولا لا؟ إلكترونيك شيب، قادر على ماذا؟ تخزين البيانات كاسم صاحب البطاقة، رقم البطاقة، والقيمة المالية التي تحتويها، ويمكن استخدام هذه البطاقة للدفع عبر الإنترنت أو في الأسواق الأساسية أو التقليدية المزودة بنقاط البيع. هاي متخزنة عليها هاي الشريحة الصفراء بالبطاقة البلاستيكية البنكية. لو جيت أنت قمتها البطاقة ما بتشتغل. لو عملت مثلا نزعتها أو عملت فيها أمر معين أو أي شيء تعمل فيها، أنت الآن بتضيع بياناتنا، بيانات ومعلومات اللي مخزنة فيها. فبالتالي لما ندخلها على الاي تي ام ما بيقدر يقرأها، لأنها صار فيها حدث معين. وهذه البطاقة الذكية كلما قل الرصيد فيها، كلما ذهب صاحبها للبنك لإيداع مبلغ لهذه البطاقة لكي يتمكن من عمليات الشراء والبيع باستخدام الإنترنت والتسوق الإلكتروني. وكذلك ممكن نذهب إلى السوق التقليدي ويدفع عن طريق الاي تي ام. واحنا الآن بنلاحظ إن البقالة كمان، محطات البترول، البنزين، تعبئة السيارات، كل الآن بيستخدم بطاقات الدفع. طريقة الدفع التقليدي اللي هي الترديشنال بيمنت، وهي بقول لنا شو يعني طريقة الدفع التقليدية؟ أي عملية تقليدية، بعض المواقع التجارية على الإنترنت تدرك أن بعض المستهلكين يترددون بالدفع إلكترونيا، صح ولا لا؟ بالرغم من أن لديهم سلع ليست موجودة في الأسواق التقليدية أو الأساسية، فبالتالي توفرت أو من لازم نوفر مواقع خدمة الدفع بالطريقة الإلكترونية، اللي إحنا مرات بنختار الدفع عند الاستلام، صح ولا لا؟ من خلال عرض رقم الهاتف، ويقوم المشتري من خلال الاتصال والاتفاق على كيفية الدفع، والذي قد يتم من خلال توصيل الشيك أو ندفع عند استلام الشحنة، صح ولا؟ كثير من الناس بس يوصل الغرض أو المنتج هو الآن بقوم بعملية الدفع. ومن الممكن أن تكون العملية إلكترونية بحتة في حال أن السلعة رقمية، ولا عملية السداد تمت رقميا من خلال شبكات العنكبوتية،
ولكن في حال ان احنا اشتريناها الكترونيا وتفاعل الجزء منها تقليدي تراديشنال، هنا بتكون تجارة الكترونية جزئية، وفي حال ان دم جميع هذه الاطراف تنقلب الى تجارة تقليدية اي تجارة اساسية. في عندنا الان التجارة عبر ايش؟ عبر الموبايل اللي هو ام كوميرس، زي ما في عندنا اي كوميرس صار عندنا ام كوميرس اللي هو موبايل كوميرس. فاحنا بنصير نشتري ونبيع من خلال استخدام ايش؟ الجوالات. انا من خلال الجوال واحنا ماشيين بالسيارة ممكن نشتري ونقوم بعملية كاملة، اي في حال تدمج التجارة عبر الموبايل كوميرس، في حال تدمج بين نظام الحوسبة والاتصالات اي بين الحاسب والهاتف، وتقوم بتوظيف وسائط الاتصال اللاسلكية الخاصة بالموبايل في أنشطة التجارة المختلفة بين مؤسسات الأعمال والعملاء وبين مؤسسات الأعمال وفيما بينهما. وأنت الآن لو رحنا ماشي ومعك جوالك بتقدر الآن، خصوصا صار عندنا سمارت فون، قبل فترة زمنية قبل مثلا 15 سنوات بابك بالكثرة هاي بسمارت فون صح ولا لا، كان اللي هو الكبسات الأزرار. الآن الكل بيحمل السمارت فون، بالإضافة إلى إنه هناك مشبوك بالإنترنت، فمن الممكن أن يكون هناك عمليات تعاقدية لا تتم عن طريق الشبكة الكهربائية، ولكن من الممكن أن تحدث هذه عن طريق الهاتف كما هو متبع في العمليات العقارية. وبالتالي تصبح هنا بدلا من كونها تجارة تقليدية محتاجة إلى تجارة إلكترونية جزئية. الاحتياط الأمن والسرية عند استخدام التجارة الإلكترونية شو هم؟ يقول لنا رغم الجهود التي بذلها الشركات التقنية إلا أنه هناك أمن، عملية الأمن والسلامة وسرية البيانات. دائما احنا في عندنا حاجز خوف صح ولا في استخدام الأجهزة والتجارة الإلكترونية صح ولا لا؟ فالاحتيال والغش والدخول غير المشروع لمواقع البيانات أمر وارد، وانتحال شخصية أخرى أو تزوير توثيق، ولذا يجب الحذر خاصة فيما يتعلق بالعمليات. ويستلزم منا أهم النصائح التالية: واحد، الحرص على التعامل مع مواقع التي تحظى بسمعة طيبة والتي عادة تكون ايش فيها سيكوريتي عالية. اثنين، الاحتفاظ بنسخة من امر الشراء او طلب الخدمة على القرص الصلب وطباعتها كمستند قانوني. بعدها عندنا ثلاثة، مراجعة الكشف الخاص ببطاقات الائتمان الشهرية لعمليات الشراء التي تتم عبر الإنترنت. أربعة، يفضل استخدام بطاقات الائتمان وحدة للشراء، وحدة إحنا بنستخدمها للإنترنت وتخصيصها فقط لهذا الغرض لسهولة اكتشاف أي خطأ أو تلاعب. وأنا من الأشخاص اللي عندي بطاقتين ائتمان لبنك الراجحي، أنا عندي بطاقة بستخدمها في عمليات البيع والشراء، ودائما هاي فيها مثلا مبلغ 1000 ل 2000 ل 6000 ريال، وبطاقة أخرى أنا واضحة لي فقط لعمليات أخرى. أنا بطاقة هاي عندي حسابين، مثلا حساب فيه مبلغ مالي كبير وحساب فيه مبلغ مالي بسيط، لأني بدي أحاول أشوف أحافظ في إن هناك تلاعب، في إن هناك عمليات غش، في عمليات تسلسل للبيانات. آخر واحدة، عدم إعطاء أي تفاصيل أو بيانات عبر غرف المحادثة
أي عبر المواقع التي ليست مؤمنة على الإنترنت. وضحكونا دائما في عنا الآن آخر شيء اللي هو من خلال الفيديوهات. عندنا هناك الفيديوهات زي ما حكيناكم مقسمة شطرين، شطر قدمها الدكتور سعد الوابل، وشطر قدمها الدكتور عبد الرحمن إدريس. فهذا آخر شيء من جهة أو من طرف الدكتور سعد الوابل اللي هو التجارة الإلكترونية مع الحكومة الإلكترونية. فبقول لنا التجارة الإلكترونية قسمونا إياها إلى ذات العلاقة مع الزبون Customer Relation Management، الأعمال الإلكترونية اللي هي إي بزنس، التسويق التقليدي والتسويق الإلكتروني. الأعمال الإلكترونية بقول لنا هي استخدام، وأنا نعرف شو هو السي آر إم والإي بي اللي هي إي بزنس أعمال إلكترونية، وسي آر إم اللي هي Customer Relation Management. وهي مستخدمة تقنيات الأعمال الإلكترونية، هي استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات لإدارة وتنفيذ مختلف الأعمال المؤسسة سواء كانت داخلية أو خارجية، وهي تتضمن التجارة الإلكترونية. كل تطبيق يعتمد على التقنيات الإلكترونية من أجل القيام بالأعمال الإلكترونية. وهي اللي بقول لنا الأعمال الإلكترونية هي الأوسع والأشمل من التجارة الإلكترونية. يعني إحنا بدنا نقول إنه الأعمال الإلكترونية كمظلة، وبنبثق منها الإم كوميرس، الإي كوميرس، أي شيء بالتجارة الإلكترونية بنبثق من خلال الأعمال الإلكترونية. وجميع العمال، كون الأعمال الإلكترونية ليس فقط تتعامل مع العميل والمورد فحسب، وإنما هي تتعامل مع الجميع من له علاقة بتلك الشركات والموظفين والإدارات. فمن نتعرف الآن شو يعني إدارة العلاقة مع الزبون، إدارة سلاسل التوريد والتخطيط وموارد المؤسسة. في عندنا هناك اختصار لكل وحدة، وكل اختصار معرفين إياها بالإنجليزي سي آر إم والسي سي ام والاي ار بي اللي هو كاستمر ريليشن مانجمنت، سبلاي تشين مانجمنت، انتربرايز ريسورس بلاننج، اي اداره العلاقات مع الزبون، اداره سلاسل التوريد والتخطيط وموارد المؤسسه. اول وحده اللي هي رايحين نتعرف عليها اداره العلاقه مع الزبون الكترونيا، وهي من وجهه نظر التسويق او مجال التسويق مع تطور الاقتصاديات والاجتماعيات التكنولوجية الهائلة في الوقت الحاضر اللي بتشهدها العصر الحديث، أصبحت المعلومات أحد أهم موارد الشركات. فالشركة لا تعتمد على المعلومات الداخلية فحسب، بل كذلك بتعتمد وبتنتقل حول المعلومات خارج الشركة، وهي السلاح الأهم الذي تستخدمه من أجل تحقيق إيش؟ استراتيجية، من أجل أن يصير عندنا استراتيجية تنافسية، أي الميزة التنافسية. يتسنى لها كيفية استخدام تلك المعلومات وتطبيقها لدى الشركة كي تتمكن من منافسة الشركات الأخرى. التسويق التقليدي يركز على المنتج اللي هي فور بيس، اللي هي برودكت، برايس، بليس، بروموشن، اللي هي من اساسيات المنتج. احنا لما نكون مميزين بينات هذول الامور، في عنا كذلك منهج جديد للتسويق الالكتروني اللي هي فور سي اس، اللي هي كاستمر نيد اند وانت، كوست تو ذا كاستمر، convenience or communication احتياجات ومتطلبات الزبون، الكلفة بالنسبة للزبون، الملائمة، وآخر شيء
التواصل، لأن ممكن يجي منه في الاختبار وممكن ما يجي منه، ولكن أنت كطالب بدك تكون عارف شو هم من هذول اللي بيعتمدن الفور بي اس والفور سي اس، اللي هي بتعتمد على البي حرف البي برودكت براس بليس بروموشن، والسي اللي هي كاستمر كوست كونفينينس، واخر شيء كوميونيكيشن. تحليل معطيات التسويق الالكتروني بتم من خلال اجراء اهمال 98% بالمئة من الكربونات الموزعة على الزبائن، في حال كون الكربونات الإلكترونية تسهل عملية تحليل تلك المعلومات أو البيانات التي تم اقتناؤها من خلال العملاء. وإحنا دائما بنحاول نجمع ونبعث ونوصل معلومات حتى نحصل على هاي المعلومات، إما من داخل الشركة أو من خارج الشركة. 2، معدل الإجابة على الرسائل تساوي 1% من قبل الشركة، ولكن في حال كون معتمدة إلكترونية عن طريق البريد الإلكتروني تسهل عملية على الشركات وعلى العميل لكي يتسنى للعميل أخذ الإجابات. وإحنا الآن بنشاهد إنه الاستبيانات صارت إلكتروني، صح ولا لا؟ كثير من الاستبيانات اللي إحنا بنشاهدها إلكتروني. 3، كلفة خدمة الزبون عن طريق مركز الخدمة الآلي اللي هي كول سنتر، واحنا بنشاهد ان الشركات بتضع لنا الرقم او الخط الصاخر اللي هو الكول سنتر او المركز للشركة، بس الشركات اكبر ب6 مرات من كلفة خدمات عن طريق الانترنت. النقطة الرابعة، كلفة الحصول على ربح من زبون جديد اكبر ب10 مرات من كلفة الحصول على ربح من زبون موجود مسبقا، لأن الزبون الأول لديه الولاء لهذه الشركة وسبق وأن تعرف وتعامل مع هذه الشركة، ولكن الزبون الجديد ليس لديه الدراية الكافية عن الشركة، فمن الصعب أن تقوم بتعريفه إلا عن طريق الرسائل التسويقية المتبعة. قلنا لماذا بدأ بإجراء السي ار ام، إدارة ايش العلاقات مع الزبون. 1، يمكن أن يزيد الربح بمقدار 85%، وذلك بنسبة بزيادة معدل الاحتفاظ بالزبون بمعدل 5%. 2، يلعب الزبون المخلص دور كبير في إيجابية كبيرة في عملية الحصول على زبائن جدد بكلفة أقل وأحيانا معدومة. 3، يبقى الزبون الجديد عن طريق الزبون المرجع اللي هي كاستمر فترة طويلة في استخدام منتجات أكثر من غيره، ويصبح بسرعة زبونا مربحا لهذه إيش التجارة. طيب آخر شيء اللي هو ممنوع أتعرف عليه في هذا اللقاء، اللي هو التجارة إيش الحكومة الإلكترونية. شو هي الحكومة الإلكترونية؟ حد ما تعامل الآن في الوقت الحالي مع الحكومة الإلكترونية؟ إحنا بنسمع دائما حكومة إلكترونية حكومة. الآن كل شخص ابشر، نظام ابشر، مش هاي حكومة الكترونية؟ ليش هاي ابشر؟ نعم، نظام الكتروني، حكومة الكترونية. هناك كثير من الدوائر او الوزارات صار عندها تطبيق خاص فيها اللي بتسهل عملية التواصل معها. الان لو جينا على نظام ابشر، قديش في عندنا اشخاص؟ لو بدنا نروح على الأحوال قديش من نلاقي فيها هناك مواطنين؟ مثلا خلينا نفرض إنه فيه 1000 مواطن كلهم بدهم شهادات ميلاد. افرض إن أنا عملنا هالحكومة الإلكترونية وشهادات الميلاد صارت تصدر عن طريق التطبيق، تعمل طلب واتصال، قديش إحنا بنخفض تكلفة ذهاب على الموقع أو على دائرة الأحوال الموجودة مثلا في منطقة معينة؟ قديش احنا بنخفف ضغط على الدائرة ها؟ قديش احنا بنخفف ضغط على المواطن بدل ما هو ياخذ اجازة
أو ما عندوش وقت فراغ يذهب لهذا المكان حتى يحصل على ورقة معينة. أتمنى نتعرف شو هو تعريف الحكومة الإلكترونية، أهداف الحكومة الإلكترونية، وعوامل نجاح الحكومة الإلكترونية. فالحكومة الإلكترونية هي استخدام تقنية المعلومات من قبل الأجهزة الحكومية التي يقول لنا تقدم الخدمات المنطقية بتلك الأجهزة للمستفيد بأسلوب أسرع وأدق، بعيدا عن البيروقراطية، بحيث يمكن الحصول عليها دون الحاجة إلى الحضور المستفيد إلى تلك الجهة، أي يمكن الحصول عليها من منزله أو مكتبه أو أي مكان عندما تتوفر الإمكانية المطلوبة للوصول إلى تلك الجهات عن طريق شبكات الإنترنت. وبدون شبكة الإنترنت إحنا نقدر نستخدم الحكومة الإلكترونية؟ يعني بدون إنترنت الآن لو بدي أنا الآن أعمل عملية طلب مثلا لجواز سفر، وباجي بدخل على الجهاز السمارت فون وبدخل على نظام ابشر وبدي اقدم طلب، لما اقدم طلب اللي هو انا فصل عندي النت، فهل بتتم عملية الطلب ولا بتوقف؟ اهداف الحكومة الالكترونية عندنا 3 اهداف: تقليل تكاليف الحكومة، 2 زيادة كفاءة عمل الأجهزة الحكومية خلال تعاملها مع المواطنين والشركات، 3 سرعة إنجاز الإجراءات بين الدوائر الحكومية إلكترونية، حيث يتم إرسال المعلومات المطلوبة مباشرة إلكترونيا. والنظام لوحده بالنهاية إحنا هدفنا عشان نسهل على المواطنين استخدام الحكومة والوصول إلى إجراءاتهم. فوائد الحكومة الإلكترونية أن هناك 4 فوائد. شو من فوائد الحكومة الإلكترونية؟ إنشاء قنوات اتصال أكثر فعالية بين المواطن والجهات الحكومية، عملية ربط بيناتهم بطريقة سهلة، 2 العمل على توفير المعلومات الحديثة للمواطنين والمقيمين وكذلك المستثمرين، 3 من فوائد الحكومة الإلكترونية تبسيط الإجراءات الحكومية وجعلها أكثر كفاءة، 4 نشر وزيادة ونشر إيش الوعي المعلومات لدى المواطنين، لأنه إحنا بدل في كثير من الأشخاص أو الآن في الوقت الحاضر الكل بيستخدم تطبيق أبشر، قبل فترة من الزمن ما كان عندنا الوعي بهذه الاستخدام التكنولوجيا والحكومة الإلكترونية. عوامل نجاح الحكومة الإلكترونية في عندنا 11 عامل. زي ما أنتم مشاهدين في الملخصات تبعاتكم أو في معظم الملخصات اللي بتحكوا لها الخيال وما خيال، هاي الأمور غير موجودة، صح ولا لا؟ فإحنا لما نعتمد على الملخص غير متفق عليه، شو بصير معنا في الاختبار النهائي؟ وشرحناه بتقول والله يا دكتور مش موجود أو مش ظاهر. لو رجعنا على الفيديوهات وشاهدنا الفيديوهات كل شيء مات. هو المعتمد للطلاب المعتمد والرسمي بين زعاماته والطلاب هو ما هو موجود من مرئي وصوتي. فأنا حاولت إنه المرئي والصوت يكون بهذا الملخص اللي إحنا بعثناه إياه، وفي هناك بعض الأمور إحنا بنحاول إن ندققه كل مرة. فأرجو إنكم كذلك تقوموا بتدقيق هاي المعلومات مع الفيديوهات، حتى إيش بالنهاية المعلومات ما يكون فيها نقص. فعندنا عوامل نجاح الحكومة الإلكترونية زي ما إحنا شايفين 11 عامل. بالنهاية إحنا ندعو الله وندعو لكم إنه الله يوفقكم في اختباركم النهائي، وإن شاء الله تتكلل الفصل هذا بالنجاح والتوفيق. فعنا
عوامل نجاح الحكومة الإلكترونية، أول شيء توفير الميزانيات المناسبة للتمويل من قبل الشركة. لو جينا سألناك نظام ابشر، قديش كلف الحكومة على برمجة وعلى بناء قواعد بيانات وتخزين بيانات المواطنين والمقيمين والمستثمرين؟ قديش في عندنا بيانات الآن؟ قديش الحكومة بتصرف على هذا التطبيق؟ بس بالنهاية قديش هذا التطبيق بيوفر خدمات؟ اثنين، تبسيط الإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمات الإلكترونية. أنت الآن بكل سهولة ويسر، يعني الآن لو احنا بدك، لو قلنا لواحد كبير بالعمر عشان تروح على الأحوال، مش بشوفها ثقيلة، ما عندوش وقت، مش قادر يذهب. ولكن الآن مع التكنولوجيا الجديدة وهو جالس في البيت، في أي وقت بتدخل على نظام ابشر وبتطلب، ولا بعطونا وقت محدد؟ هل النظام بعطل؟ ثلاثة، توفير البنية التحتية من خلال شبكات الاتصال. عندنا العنصر الرئيسي والأساسي اللي هو شبكات الإنترنت الاتصال. أربعة، عمل خطة معلومات موحدة للتعامل مع الموضوعية الفنية مثل تطوير الأنظمة التطبيقية والتصميم وتوحيد النماذج. أربعة وخمسة، تقديم خدمات لمساعدة الجهات الحكومية في عملية التحول إلى الحكومة الإلكترونية. النقطة السادسة، توفير التقنيات الحاسوبية اللازمة للوصول للخدمات الحكومة الإلكترونية. سبعة، استقطاب القوى البشرية. الآن بهن العنصر البشري في تقنية المعلومات وتنفيذها وتنفيذ خطط لتدريب مقدمي الخدمة. ثمانية، إنشاء بوابة رئيسية للحكومة الإلكترونية تقوم بالتعرف بكافة الخدمات المقدمة والمتطلبات الواجب توفرها. تسعة، تطوير سياسات تسويقية تهدف إلى التعريف بخدمات الحكومة الإلكترونية باستخدام كافة وسائل الإعلام المتاحة للوصول إلى كافة المستفيدين. عشرة، ضرورة مشاركة قطاع التعليم بما يتناسب مع مرحلة التحول إلى الحكومة الإلكترونية. وآخر نقطة هي ضرورة توفير مستوى عالي من الأمن وسرية المعلومات الشخصية المقدمة من قبل المستفيدين. ولو جينا الآن على نظام إبشر، هناك نظام إبشر نفسه مخصصين إياه لرجال الأعمال ولا إيش؟ للأفراد، إن كل واحد، كل شخص بيقدر يستخدمه بالطريقة اللي هو بتناسب أو تتماشى معه. في عندنا المحاضرة القادمة أو اللقاء الحي القادم إن شاء الله، ظل عندنا إحنا باقي 4 لقاءات حية، فمنا نحاول نضغط أول 3 لقاءات حية قادمة، عشان إحنا اللقاء الحي الثامن ناخذ جزء منه محاضرة وجزء منه كبير نعمل مراجعة سريعة للمقرر تبعنا اللي هو التجارة الإلكترونية في آخر لقاء. فرايحين نتعرف الأسبوع القادم على التسويق والإعلان الإلكتروني، من خصائصه، أساليبه، أنواعه، مزاياه، محدداته. فهذا نعم طلابنا كل مصطلح إنجليزي، كل اختصار بالإنجليزي بدنا نكون عارفينه. واضح؟ مش تنسوا هذا العنصر. في أي استفسار بالنسبة لما صار اليوم أو حديثنا اليوم؟ يعني مصطلحاتنا المعتمد اللي نزلناه بالمنتدى، ولكن أنت بإمكانك تقدر ترجع على الفيديوهات والشاهد هل هو متطابق؟ فهو أنا متطابق، وإن شاء الله ما في هناك أي شيء اختلاف.
اي مصطلح طلابنا، اي مصطلح بالانجليزي، اي اختصار بالانجليزي بدنا نكون عارفينه شو هو، لان احنا اخذنا مثلا سي تو سي شو هي، بي تو سي، سي تو جو، هقول لك اي شيء عندنا بالاختصار بالانجليزي، اي مصطلح بالانجليزي. فارجو انكم تدونوه على ورقة خارجية وتعرفوا شو هو. نعم التعدد كثير، لانه عندنا احنا هنا المادة مقرر كثير، في هناك معلومات وكثير هاي المعلومات بتفيدنا، وكثير من المعلومات احنا بنستخدمها بالحياة اليومية. تحاول انت 20 نقطة 10 نقاط حاول تفهم من كل الفيلم، يعني شو هم شو بدور حول ايش، قراءة فقط ما بتجاوب، لازم تحفظ وتفهم، حفظ وفهم، حفظ وفهم، بدون حفظ وفهم بتضيع، لأن هناك معلومات شوي متشابهة شوي قريبة من بعض، فانتبهوا في الاختبار النهائي. احنا كل حديثنا حول التجارة الإلكترونية، إما مزايا إما فوائد، وكل وحدة في طريق أو في مجال معين. أي استفسار آخر؟ طلابنا في نهاية لقائنا الحي الرابع، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.